أهلا بكم من جديد. وسط جدل سياسي متصاعد وانقسام في قبل معارضة، انطلقت في موريتانيا الحملة الانتخابية للاستفتاء حول مشروع تعديلات دستورية أقرتها الحكومة ورفضها مجلس الشيوخ. وتنص التعديلات المقترحة على إلغاء مجلس الشيوخ واستحداث مجالس جهوية وإضافة تعديل على العلم والنشيد مع جملة تغييرات في بعض مؤسسات الدولة. تقرير أبي زيدان. انطلاقة حضر لها منذ أيام، الآلاف من أنصار الحزب الحاكم احتشدوا في ملعب رياضي في منطقة شعبية بأحد أطراف العاصمة لافتتاح حملة الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة من طرف الحكومة. هو المكان نفسه الذي اختاره رئيس الجمهورية قبل سنوات لإطلاق حملته الانتخابية الرئاسية الماضية. وبين الاختيارين رسالة موجهة للناخب. الرئيس حريص على الالتحام بالشعب بشكل مباشر باعتباره رئيس الفقراء وباعتباره واثق من أن الشعب يدعمه ومتعلق به، فالآن يختار ملعب ملح لانطلاق الحملة المحضرة للحملة الإعلامية للاستفتاء على الإصلاحات الدستورية التي نحن واثقون من نتائجها. المعارضة التي أعلنت قبل أيام عن ميلاد أكبر تكتل في تاريخها لرفض هذه التعديلات المقترحة ولمقاطعة الاستفتاء الذي اعتبرته غير دستوري لم تستطع توحيد موقفها بشكل كامل بعدما خرج حزب اللقاء الديمقراطي عن الإجماع وقرر خوض الحملة منفردا بالدعوة للتصويت بلا. هذا خيارنا، نعتبر أنه ليس فيه خلاف جوهري بين موقفنا وموقف المعارضة المقاطعة. السبل اختلفت ولكن الهدف واحد. نحن نعتبر أن شعبنا يريد أن يرد النظام عن مشروعه من خلال الاستفتاء الذي نحن بصدده. مجلس الشيوخ أعلن رفضه المسبق لنتائج الاستفتاء الذي يدعو في أحد بنوده لحل هذه الغرفة البرلمانية واستبدالها بمجالس جهوية، مؤكدا أن اللجوء للاستفتاء غير شرعي وأن أي تعديل دستوري يرفضه البرلمان يعتبر لاغيا. أزمة سياسية تسير إليها البلاد بحسب مراقبين، فحتى لو أجاز الشعب تمرير التعديلات بأغلبية مطلقة فلن يكون حل مجلس الشيوخ بالمهمة السهلة في ظرف سياسي كالذي تعيشه البلاد. أبي زيد الوكشوط، الميادين. ومن نواكشوط يبقى معنا مراسلنا أبي زيدان. أبي، لو أطلعتنا على المزيد من التفاصيل حول يعني هذه الحملات حول هذا الاستفتاء ومزيد من المواقف أيضا داخل موريتانيا. أهلا. الحملة الانتخابية بدأت البارحة كما هو منصوص في القانون، تستمر لمدة 15 يوما قبل موعد الاستفتاء الذي حدد في 5 أغسطس القادم. هو موعد أجل لمرات نتيجة لظروف لوجستية تقول لجنة مستقلة الانتخابات أنها لم تكن جاهزة بالقدر الذي ينبغي أن يكون في استحقاق مفاجئ كهذا الاستحقاق. بشكل عام المشهد السياسي، هذا الاستفتاء الدستوري هو أول استفتاء دستوري يحدث في البلاد في أجواء غير توافقية كما هو الآن. المعارضة التي شاركت في الحوار أو سمية المعارضة المحاورة تدعو لهذا الاستفتاء، وهي باتت اليوم في نظري الشارعي جزءا من المشهد الحاكم، جزءا من الأغلبية الحاكمة، لم تعد معارضة بالمعنى الذي كانت معروفة به. المعارضة الأخرى هي معارضة اختارت خيار المقاطعة وخيار دأبت عليه منذ سنوات، لم يعطي نتائجا ملموسة على أذواق على حسب المراقبين، ومع ذلك ما زالت هذه المعارضة تتمسك بهذا الخيار، تعتبر أن أي مشاركة في هذه الانتخابات أو في أجواء الانتخابية بهذا القبيل هو إعطاء للشرعية أو مزيد من الشرعية للحزب الحاكم أو للنظام الحاكم لتمرير ما يريده واقعيا. على العموم المشهد هكذا، هناك مقاطعة من أغلبية معارضة، أكبر تكتل سياسي تم إعلان عنه بالمعارضة قاطع هذا الاستفتاء. هناك حزب واحد من هذه الأغلبية المعارضة اختار أن يشارك بتصويت بلا، وهو فرصة منه ليكسب الأصوات الرافضة حتى ولو كانت من داخل الأغلبية. الأغلبية متأكدة أنها ستتجاوز المشكل بسهولة، لكن الإشكال الحقيقي هو هل سيقبل مجلس الشيوخ أن يحل بهذا الشكل الذي يقول أنه ليس دستوريا. القانون يقول بشكل واضح أن مجلس الشيوخ حينما رفض هذه التعديلات أصبحت لاغية، لكن خلاف بقية حصل أجاز الرئيس اللجوء لمادة 38 للدستور، وهي محل جدل قانوني وفقهي سيكون موضع نقاش
سيتم في قادم الايام فيما في حال ما ثبت ان النظام ناظم في حل مجلس الشيوخ. اذا ابي زيدان مراسلنا من نواكشوط، شكرا جزيلا لك. وللمزيد ينضم الينا من نواكشوط الخبير في شؤون غرب افريقيا محفوظ ولد السالك. سيد محفوظ اهلا بك. نسال بدايه، ثمه من يقول بان هذه التعديلات الدستوريه قد تؤدي الى ان يترشح رئيس الحالي لولايه جديده، وهو ما يلحق له في هذا الدستور الجديد وفقا لبنود الدستور الحالي، هل هذه الفكره مطروحه فعلا، سيناريو مطروح؟ ايضا ماذا عن موقف المعارضه المنقسم؟ هل من الممكن ان يقود الى مزيد من الاصوات حول أن تصب في خانة نعم لهذه التعديلات؟ التصريح الأول هو ما تخشاه المعارضة المقاطعة لهذه التعديلات الدستورية والتي انخرطت مؤخرا في إطار سياسي يجمع بين أغلب هذه الأحزاب وبعض المنظمات الحقوقية والحركات الشبابية المناوية للتعديلات الدستورية. المعارضة المقاطعة بشكل عام باستثناء أحد أحزابها فقط وهي الذي شارك وأراد التصويت بلا، تتخوف من أن تكون هذه التعديلات التي تقف حتى الآن على الساحة هي تعديلات جزئية بسيطة، ويكون هناك ترتيب بما هو أهم وهو المتعلق بالمأمورية الثالثة، ولعلهم يعني يستدلون في هذا الرأي بالتصريحات التي يعني أدلى بها رئيس الحزب الحاكم والوزير الأول وبعض الوزراء في مهرجانات من بالداخل، حينما يعني طالبوا بالمأمورية الثالثة وقال أحدهم أن هذه التعديلات ستكون بداية فقط وأن التعديلات ستكون لاحقة. إذن المأمورية الثالثة هي ما تخشاه المعارضة المقاطعة لهذه التعديلات الدستورية، لكنها لا تتوسع في المقابل لمعارضتها لهذه التعديل سوى على شعار إسقاط هذه التعديلات، والإسقاط هنا يثير جانب آخر يتعلق بمدى القدرة، خصوصا أنها هي مقاطعة ليست مشاركة وتصويت بلا حتى تثبت مدى قدرتها على إمكانية هذا الإسقاط. هي تبقى فقط تطالب بعدم التصويت وطالب الطرف الآخر يطالب بالتصويت لصالح هذه التعديلات، لأن مسألة صناديق الاقتراع ويبدو أنها قد تنجح، لكن نسبة المشاركة هو السؤال المطروح. طيب إضافة إلى نسبة المشاركة، لأي مدى ممكن أن يكون موقف مجلس الشيوخ الرافض لأي نتائج لهذا الدستور ولهذا الاستفتاء، ويقول بأن أي نتائج ستكون غير شرعية لن يعطيها الشرعية، لأي مدى ممكن أن يكون بداعم للفئة المقاطعة أو الرافضة لهذه التعديلات؟ مجلس الشيوخ يتمسك بما يعتبرها شرعية تتعلق ببقائه على اعتبار أن الإجراءات التي يقول إنها اتخذت غير دستورية، وبالتالي لا يعترف بالاستفتاء ولا يعترف مطلقا بالنتائج التي ستتمخض عنه، لكن الطرف الآخر يعني الذي تقدم بهذه التعديلات والذي يتقدم بها للاستفتاء يرى بشرعية ما يقوم به ويتوسع في ذلك على المادة 38 من الدستور، يعتبرها يعني يعتبر شرعيتها لا سيادة فيها وبأنها يعني بأن الشعب هو الفيصل في النهاية. إذن الجدل القانوني والدستوري القانوني يتعلق بالقانوني والدستوري والسياسي، القانوني والدستوري يتعلق بالمادة 38 التي يتوقع عليها الطرف الموالي، والسياسي أيضا منقسم بشأن يعني على اعتبار أن هناك طرفين أحدهما يدعو للتصويت لهذا التعديل والآخر يدعو لعدم التصويت. مجلس الشيوخ ليس أمامه إلا يعني التلويح بعدم الشرعية، لكن في النهاية حينما يصوت الشعب لصالح هذه التعديلات التي أدري بأنه سيتمسك في النهاية، هل هو مجرد الخروج إلى الشارع ومعارضة التعديلات واعتبارها يعني غير الشرعية؟ هذا ما كانت تقوم به المعارضة، هو لم يخرج عن ذلك الإطار، ربما ينضم إلى الطرف المعارض المناوي لهذه التعديلات ويصبح جزءا منه. نعم، إذا السيد محفوظ ولد السالك الخبير في شؤون غرب أفريقيا حدثنا من نواكشوط، شكرا جزيلا لك.